يروع بالاعضاء. والحقيقه لما الفنانه الهام شاهين، وبشكر لها بشكر لها جرأتها الحقيقه، جددت الدعوه مره اخرى والحديث عن التبرع بالاعضاء. على طول بعدها النائبه فريده الشباشي، النهارده محمد العدل، لينا زميل صحفي اسمه ياسر سليم صحفي زميلنا، يعني عدد من الناس ابتدوا يعني بيكون في تواتر على السوشيال ميديا برغبه الناس انها تتبرع او تعلن تبرعها بالاعضاء في حياتها لما هو بعد وفاتها. طيب ماذا حدث لهذا القانون؟ هذا قانون من 2010، لماذا لا يفعل هذا القانون بشكل كبير ويعني في كثافة؟ معنا على الهاتف دكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس. دكتور متيني، يعني أنا أذكر أنه حضرتك كنت أحد المحاربين الكبار لخروج هذا القانون للنور، أظن ده كان إيه من 2008 و9 حتى خرج للنور 2010. اهلا مدام لميس، ازي حضرتك؟ اشكرك على الاستضافه ومساء الخير لجميع المستمعين. طبعا هو الحقيقه انا مش بحارب من 2008 و2007، الحقيقه من سنه 96 97 وانا بحارب، كنت في هذا الموضوع لو حضرتك تذكري، ويعني لحد ما بدانا اول حاله زراعه سنه 2000 في مصر، وكانت من المتبرع حي وما زلنا ما نمارس الا المتبرع الحي. احنا خدنا هذه المعركة مع زملائنا، وكان لازم نذكر بالخير الدكتور حمد السيد، الحقيقة ربنا يمسيه بالخير ويديله الصحة، كان هو ساعتها رئيس لجنة الصحة في مجلس الشعب، وكنت أنا مستشاره من سنة 2000 إلى 2004، وبعدين رحنا مجلس الدولة، وبعدين جاء الدكتور عوض وزير الصحة وعمل لنا دعم، ثم الدكتور حاتم الجبلي، وخاض الحقيقة بكل شجاعة هذه المعركة، و طلع القانون زي ما حضرتك تفضلتي في مارس 2010 بعد يمكن 12 13 سنه، ده بس اللي احنا بداناه، لكن اتصور قبلنا، لكن في زراعه كلها قبلنا ب 10 سنين كان كل الناس بتنادي بصدور قانون، لاني كان مستهجن جدا لما كنا بنروح اي بلد في العالم بنهاجم ان احنا بنمارس ممارسه معينه ليس هناك قانون ينظمها في هذه الدوله، لحد ما طلع في مارس 2010، واتصور ان هو القانون كان متوازن وكويس وفي بنود كثيرة يمكن لم يفي بكل طموحاتنا، لكن كان مرضي جدا في وقتها. كل مواد القانون تقريبا فعلت إلا المادة الخاصة بالتبرع من المتوفي الحديث. التبرع يعني إيه؟ معلش يا دكتور ما سمعتش. التبرع من المتوفي الحديث أو حديث الوفاة أو الموت الكلينيكي، اللي كلها بتشرح نفس الحاجة. يعني التبرع بالأعضاء يا إما من حي إلى حي، وده بنعمله في الكبد والكلى، بقالنا 20 سنة في الكبد ويمكن 30 سنة في الكلى. والمتبرع من متوفي حديث أو موت كلينيكي، اللي هو اللي بيحصل وفاة داخل العيادة المركزة بعد الحوادث أو بعد الصدمات العصبية والأمراض فيها جلطات للمخ وخلافه، هم دول أهم مصدرين داخل العيادة المركزة بيبقوا الأعضاء في العالم كله. الحقيقه الممارسه الثانيه اللي هي من التبرع من المتوفي حديث هي العمود الفقري لزراعه الاعضاء في العالم. يعني لو شفنا بلد زي امريكا هنلاقي ان من منذ نشاه زراعه الاعضاء في اواخر الستينات اوائل السبعينات الى يومنا هذا، المتبرع حي الى حي تمثل 3 الى 4% من الممارسه، والمتبرع المتوفي الحديث يمثل 96% من الممارسة في أمريكا، وهكذا في أوروبا. المتوفي الحديث اللي هو زي أنه أي حد فينا يقول، هو الموت الكلينيكي أو الموت الدماغي باللغة العامية، يعني أن المخ توقف عن العمل وأصبح هذا الإنسان متوفي، لا يمكن أن يرجع للحياة، ولكن قلبه ما زال يعمل في الرعايات المركزة باستخدام العقاقير واستخدام بعض المحاليل والأجهزة التنفس الصناعي وخلافه. ففي هذا الاطار المتوفي الحديث هو بنقول عليه ان هو العمود الفقري لزراعه الاعضاء. طب ده موجود في القانون المصري؟ موجود. ليه يا دكتور؟ ليه هو العمود الفقري لزراعه الاعضاء؟ لانه هو الاساس، كل يعني بنقول عليه ان لو شفتي كم عمليه زراعه اعضاء بتحصل في اوروبا او في اوروبا مجتمع كل بلاد اوروبيه او في امريكا او في استراليا او في الشرق الاوسط، يمكن اليابان اللي اتاخرت شويه وهقول ليه، هتلاقي ان من كل 100 حاله بتتزرع 96 97 مصدر الاعضاء هو المتوفي حديث، 3 4 من 100 هم لانه الاعضاء بتكون لسه يعني يعني ما فيش خطوره للمتبرع الحي، مهما كنا شاطرين هناك خطوره على المتبرع صغيره جدا،
نص في المية، لكن هناك خطورة بتعرضي واحد عايش وحي ان هو يتبرع بكلى او بنص الكبد بتاعه، في حين ان المصدر الاخر متاح والموتى دول هيروحوا الى قبورهم ومحدش هيستفاد باعضائهم، فخسارة وحرام. طب يعني لماذا ليه في المنطق يعني ليه المادة دي مش مفعلة بشكل كبير؟ هل لانه الناس ما عندهاش الاجراءات صعبة مثلا، او ان الناس لازم تقول انها هتتبرع مثلا ويكون ده في وصيتها، او ايه بالظبط يا دكتور؟ سؤال وجيه جدا وجاوبنا عليه كتير في العشرين سنة اللي فاتوا، انما نجاوب عليه تاني علشان نذكر. اولا المادة دي اتوجدت في القانون بمحاذير معينة وبتنظيمات معينة تتماشى مع ظروفنا في مصر. ما فعلتش في مارس 2010 لاني اول مادة او اول مدخل ليها عشان نفعلها هو ان يكون في وثيقة رسمية لحضرتك وليا ولكل مصري ومصرية تقول انا ارغب او لا ارغب في حالة الوفاة اني اتبرع باعضاء. هذه الوثيقة قد تكون رقم قومي، قد تكون رخصة القيادة، قد تكون أي شيء من هذا القبيل. الكلام ده جينا نعمله بعد مارس 2010، خدنا وقت شوية وكنا خلاص على هنبتدي فعلا في بدايات 2011، واللي بيقول مسؤول عنه وزارة الداخلية طبعا، لأن الأوراق الرسمية دي بتصدر من عن طريق الداخلية. وبعدين جت أحداث يناير 2011، طبعا محدش كان فايق، كل حاجة وقفت سنتين ثلاثة والموضوع اتنسى. ده الشق الاداري القانوني ليه الماده دي ما اتفعلتش. انما كمان في شق تاني ما ننساهوش، وهو الشق النفسي والاجتماعي. احنا شعوب بنقدس من ايام الفراعنه الجسم والوفاه ليها ضغوط معينه عندنا، والجثه لها احترامها ولها محاذير ما هياش دينيه خالص. هي معتقدات راسخه في الشعب المصري، كما هي مثلا في الشعب الياباني اللي هو متقدم جدا، وعشان كده رغم كل تقدمه اتاخر في الحته دي هي، وعشان كده تلاقي المتبرع الحي دونا عن البلاد العالم الاول الياباني المتبرع الحي زي هي اللي فيها سابقه المتبرع المتوسط دونا عن كل بلاد العالم الاول زيها زي مصر، لان هناك برضه بيقدسوا الجسم وبعد الوفاه يحرقوه ما يدفنوهوش و و و دي معتقدات وبليس كده في المجتمع. تخيل لا قدر الله حد عزيز عليه في رعايه مركزه يقول احنا خلاص ده لا امل انه يرجع في الحياه والمخ توقف نتيجه حادثه مثلا عربيه في طريق سريع وهو كل اعضائه سليمه باستثناء المخ مات مش هيرجع، فلو سمحت او لو سمحت احنا بنستاذنكم هناخد القلب والرئتين والكبد والكليتين وجزء من الامعاء. الاغلب اللي عنده بصرف النظر في مصر عن مستوى التعليم او حتى المستوى الاجتماعي الناس بتخاف من حاجه زي كده، ما بتفضلش حاجه زي كده. ما هياش قصه دينيه خالص، لان يعني احنا الازهر والكنيسه الاثنين شاركونا في القانون والاثنين وافقوا على القانون.